حول المراقبة البعدية لمنتوج برامج السكن الاجتماعي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس، السيد الوزير المحترم، يتمتع المنعشون العقاريون بامتيازات متعددة في مقابل توفير سكن اجتماعي للفئات المستهدفة وفق معايير وشروط تنص عليها دفاتر التحملات، إلا أن المنتوج النهائي الذي يسلم للمواطنين سرعان ما يتظهر عليه عيوب جسيمة لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها، مما يجعل السكان عرضة للاحتيال دون توفر أي ضمانات لحماية حقوقهم. لذا نسألكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لفرض احترام بنود التعاقد على المعيشين العقاريين حماية لمصالح المواطنين؟ وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. سيد الرئيس المحترم، شكرا لكم سيد النائب المحترم على سؤالكم. فعلا في المجال ديال السكن الاجتماعي ظهرت عدة اختلالات على مستوى عدد من البرامج في مدن مختلفة من البلاد، لكن في نفس الوقت يتعين أننا نأكد على أنه هناك كذلك عدد من البرامج اللي كتسم بجودة مقبولة، بمعنى أن ما كاين شيء فقط غير هذا الجانب هذا. على هذا الأساس قررنا أن نكثف أكثر المراقبة من أجل ضمان جودة، خاصة على مستوى المشاريع ديال السكن الاجتماعي، ووقفت بنفسي على عدد من المشاريع بما فيها في مدن كبرى اللي فعلا كيف فيها هذه المظاهر اللي كتكلموا عليها، أي شقاق، أي عدد من التسللات ديال الماء إلى غير ذلك، اللي كيدل على أنه هناك بعض المعايير التي لا تحترم. أذكركم في هذا المجال بأن هناك دفتر ديال التحملات اللي يتعين على جميع المنعشين العقاريين أنهم يحترموه. هذا الدفتر ديال التحملات الآن كنعملوه على أننا نعيدوا فيه النظر ونحاولوا نقويوا أكثر الإجراءات ديال المراقبة على هذا المستوى. هناك كذلك ما يسمى بشهادة المطابقة. شهادة المطابقة هي اللي كتسلم للمنعشين العقاريين في نهاية المشروع، وعلى هذا المستوى كذلك نسعى إلى أننا ما نسلموا هذه الشهادة ديال المطابقة إلا عند التأكد بأن المشروع يستوفي عدد من الشروط. ثم هناك ما هو مرتبط كذلك بالالتزامات ديال المنعشين العقاريين، بحيث هم أنهم بنفسهم حطيناهم على أنهم يوضعوا واحد الميثاق أخلاقي، ميثاق ديال الالتزامات ديالهم. أنا معكم ماشي الجميع اللي كيحترم هاد الالتزامات هذه، ولكن الأساس في كل ذلك هو أننا نشتغل اليوم من أجل وضع والإتيان أمام البرلمان، أمام مجلس النواب، بمدونة البناء كود دو لا كونستركسيون. لهذه مدة هو كيتم الاشتغال حوله. الآن مرينا إلى مرحلة الصياغة، قربت تنتهي، وغنعرضوا هذا المدونة اللي هي مدونة أساسية على مسلسل المصادقة، من أجل أنه فعلا يشكل أداة أساسية اليوم في المراقبة ديال جودة البناء على مستويات متعددة. ضف إلى ذلك أننا نشتغل بما في ذلك في السكن الاجتماعي على إدخال المنطق ديال التأمين في هذا السكن، والتأمين بدوره شركات ديال التأمين غتكون حريصة على أنه يكون هناك شروط ديال الجودة اللي هي مقبولة في هذا السكن الاجتماعي كما في الأنواع الأخرى ديال السكن. شكرا لكم. شكرا. الكلمة لكم السيد النائب سيدة النائبة، تفضلي سيدة النائبة المحترمة. نشكركم السيد الوزير على هذه الصراحه ديالكم واللي حنايا كنتمنوها، وكذلك من هذه الصراحه اللي هي ماشي غريبه على المواقف ديالكم والصلابه ديالها، ولكم منا جزيل الشكر. هذا المنتوج السيد الوزير عرف عده اختلالات واللي هي ماشي والده اليوم، اللي هي لعده سنوات، لكن رغم كل شيء توجد هناك اراده الاصلاح، وهذه الاراده لن تسقط. اليوم
المنتوج ديال هاد الاجراءات اللي قمتم بها سواء في البرنامج الحكومي ولا في القانون الماليه، قدمتوا عده امتيازات ودعم للمنعشين العقاريين باش يقدموا لنا واحد المنتوج اقتصادي اجتماعي كيلتزم بواحد المعادله، كيعطينا سكن، كيتوفر على الحد الادنى من الشروط من اجل التوفر على سكن لائق اللي هو اليوم حق دستوري بناء على الفصل 31، وللحصول كذلك على الامن والاستقرار الاجتماعي اللي هي مقتضيات دستوريه، واللي هذه المقتضيات الدستوريه من الواجب ديالنا اننا نحافظوا عليها واللي هي اليوم التزام اخلاقي. هذا المنتوج السيد الوزير اللي هو كيعرف واحد الاختلالات من على صعيد المملكه، يعني انا نعطي غير على سبيل المثال مثلا الملف اللي عندي واللي هو ديال تامسنا حي النجاح اللي هو قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي وقت، لان البنايات بنيت على امتار من انابيب الغاز اللي اكتشفت من طرف المواطنين، كذلك الواد الحار اللي فوق من السقف ديالهم، وكذلك في العقر ديال الدار ديالهم، طابلات اللي هبطات اللي اشهر بعد السكن، طابلات ديال السكن هبطات، وهذا راجع السيد الوزير الى عدم التدقيق في المعايير ديال دفاتر تحملات الانتاج، وهذا الشيء انتم هضرتوا عليه وكنوهوا الصراحه ديالكم، وهذا اكيد على انكم غادي تتبعوها، كذلك لا على عدم تحمل مهني المسؤوليه فيها المكاتب ديال الدراسات، عدم المراقبه اثناء الاشغال، واللي هذا كيوكل الى السلطات العموميه والوكالات الحضريه اللي خصها تقوم بالاشغال ديالها. اليوم الالتزام والصرامه ديالكم السيد الوزير الحقيقيه اللي هي اللي غادي تعتق الحياه ديال المواطنين، وحنا كنقترحوا عليكم السيد الوزير انكم تفكوا الحصار على هذا القطاع امام المنعشين العقاريين، وانه انكم تخفضوا وتسهلوا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. سهلوا فقط. شكرا. سهلوا.